يعني بعدك على حق انتقائي وتكبر فيه تكبر فيه رحت حطيت هيدا المشهد شيدوفر كيف قلت فيه انت بس المشهد شيدوفر بس بشرفك قل لي بس انت ما قلت له للمخرج انه مش معقول تكون تنكر هذا يقطع بالاخر انت منك المخرج بالاخر الكلمه الاخيره هو قضيه يعني طب بس ما بدنا نحكي هلا عن الموضوع يعني معروف شو علاقتي بقى بهيدا المخرج هلا يعني ايه قطوع وقطع طيب يلا خلينا نرجع نعيده فوت علي لا لا شو مش فوت علي فوت علي على الموضوع فوت علي قرب فوت علي حبا مرحبا جاد تفضل اقعد كتار بيعرفوني وما بعرفهم جاد اقعد انا بعرفك وانت بتعرفني انت مين هشامة؟ وطي صوتك ما حدا لازم يعرف انه انا عايش غطي 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 ايه ده في العرض ما معقول ليك قالوا لي انه انت مشارك بالجريمه لانه الكاسكات اللي بالمشهد كاسكتك بالاخر بالاخر مزبوط كاسكتك. انت اليوم كنتوا عملتوا مشهد تنكر ما لقيتوا شيء عم جبتوا كاسكات وحطيتوها ما لا هي الكاسكات صارت اصلا بقيت يتصور فيها مجدي كل المسلسل بقيت هي بصراحه كنا عم نصور بفتكر بالمشرف بالبيت بمشرف وانا طالع مخلص تصوير انا كنت عامل شعرات ليس لهيدا المسلسل وانا ما بحبه ليس نقول تحيه لمجدي مشموشه الرائع الكبير الرائع الكبير اللي بادائه وبلدغته تميز واخذ محله بالدراما اللبنانيه على مدى سنين طويله تحيه كبيره له لمجدي حبيبنا وصاحبنا وحبيب القلب مني ومنك ايه بقى طالع انا من البيت لانه كنت اخذ معي كاسكيت ما بحب الشعر الليس انا عامله بس للدور يعني بقى بحط كاسكيت انا وطالع بقى مجدي جاي كان عم بيعمل الميك اب تبع الدور هيدا بقى طلعت فيه قلت له شو هيدا هيك بده يكون قال لي ايه عجبك قلت له والله مش كثير يعني شو عن جد اللي شافه يعني قال لي ايه وعلى الكاميرا منيح يعني قال لي شو عارف شو رايي يعني بالرياكشن بالتنكر يعني قال لي هو مجدي قال لي طب بتعيرني هالكاسكات؟ قلت له ايه خدها بس شو بدها لا مجدي هو لي شوي يزيد تنكر حد كاسكات ام بس عليها انت انصدمت هيدا مش من اول مشاهد يعني هلا ما بدي احكي تفاصيل ولا بحب جرح بحدا مش موجود لا نعم بوقتها كان وقتها هيك الليفل يعني ما كان يعني طرحنا اشياء خلص صارت